أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة مدى قدرة الحكومة الشرعية على استكمال صرف الرواتب والعراقيل الماثلة أمام عملية الصرف. تصريح جديد لرئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر يؤكد عزم الشرعية استكمال صرف المرتبات لكافة المؤسسات والجهات التي تلتزم بإرسال بيانات وكشوفات الموظفين إلى العاصمة المؤقتة عدن. التصريحات الأخيرة تأتي في ظل تخوفات العديد من المحافظات والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية من أن لا يشملها الصرف، خصوصاً وأن الميليشيا تعمد إلى الضغط على العديد من الجهات لعدم إرسال الكشوفات من أجل إدراج العناصر التابعة لها ضمن خطة الصرف، وهو ما ترى فيه الشرعية تجاوز للقوانين والحق العام. فعناصر الميليشيا جلهم ممن تم زرعهم في جسد الدولة بعد انقلاب 21 من سبتمبر. بن دغر أكد أيضا أن الميليشيا لا تزال تستولي على 300 مليار ريال شهريا تأتيهم من الضرائب والجمارك والاتصالات، وفي المقابل تنصلت من جميع التزاماتها تجاه المواطنين الذين ظلت تتغذى على قوت يومهم طيلة الأشهر الماضية. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما مدى قدرة الحكومة الشرعية على مواصلة صرف المرتبات في كافة القطاعات والمحافظات؟ وما مدى استفادة الميليشيا من السيطرة على مصادر الدخل الخارجة عن سلطة الشرعية في ظل تنصلها من التزاماتها تجاه المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها؟ نبدأ النقاش بعد أن نشاهد هذا التقرير للزميل ماهر أبو المجد عن موضوع الحلقة. رصاصة جديدة سددتها الحكومة الشرعية إلى جسد الانقلاب الميليشياوي، أو هكذا باتت الصورة بعد أن قامت الشرعية بصرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا ابتداء من العاصمة صنعاء، الأمر الذي يعيد إلى ذهنية المواطن حضور الدولة كفكرة ومسؤولية. فبعد أشهر عدة عاد الموظفون إلى الوقوف أمام البنوك والمصارف في مفارقة تظهر الفرق بين الميليشيا الطفيلية التي تتغذى على قوت المواطن وبين الدولة التي تستمد قوتها وشرعيتها من الإيفاء بالتزاماتها تجاهها. الحكومة لم يكن من السهل عليها الإيفاء بالالتزامات، فقد تمنعت الميليشيا في البدء عن تسليم كشوفات وبيانات الموظفين، وهو ما جعلها وجها لوجه أمام استمرار معاناة الناس. لكن الأمر جرى بعد ذلك عكس إرادة الميليشيا التي أجبرت على إرسال البيانات إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، فكانت صنعاء وقطاع التربويون بالذات أول المستفيدين من وصول المرتبات، الأمر الذي أثار التخوفات لدى بقية المحافظات والقطاعات العامة المدنية والعسكرية من توقف عمليات الصرف عند هذا الحد. يأتي الرد بتصريحات صحفية من رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر الذي أكد أن الحكومة ماضية في صرف مرتبات جميع المؤسسات التي التزمت بتسليم بياناتها للدولة. بن دغر أيضا لم يفوت الإشارة إلى أن الميليشيا لا زالت تستولي على 300 مليار ريال تأتيهم من الضرائب والجمارك والاتصالات، وهو ما يعني أن الميليشيا تسخر كل تلك الموارد لصالح مجهودها الحربي، في حين رمت بمسؤولية المواطنين على الحكومة الشرعية، وفي ذلك عبرة لمن يتفكرون. نبدأ النقاش مع محافظ حج اللواء عبد الكريم السنيني. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا بك، حياك الله يا أخي. سيادة اللواء، في محافظة حج بدأت عملية صرف الرواتب؟ في محافظة حج تم تسليم كشوف المرتبات، تم التسليم كشوف المرتبات للأخ نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية رئيس لجنة صرف المرتبات، تم تسليم كشوفة إليه لكي يتسنى بعد تسليمها صرف المرتبات لا حد لا ما يستنى. يعني وصلتكم كشوفات المرتبات وقواعد البيانات من الميليشيا في حجة، يعني كل شيء متوفر لديكم الآن، لم يتبقى سوى بدء عملية الصرف. حصلنا على الكشوفات هذه بطرقنا الخاصة، لكن سلطة الإنقلابيين هؤلاء لم يتم موافقة السلطة الشرعية بتسليم الكشوفات حسب توجيهات الأخ رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بتجهيز كشوفات المرتبات لعام 2014 حتى يتسنى للدولة لتسليم المرتبات. لكن لاحظت سلطة الانقلاب لحتى الآن لم توافي السلطة الشرعية بأي كشوفة معينة، وإنما بعض المحافظات حصلت عليها بطرق خاصة.
طيب بطريقتها الخاصة حصلت. المفروض أن الحكومة الآن مشددة في نقطة أنه يتم صرف الرواتب حسب كشوفات ما قبل أيلول سبتمبر 2014. هذه المصادر التي حصلتم عليها بطريقكم الخاصة، هل هي مضمونة وأكيدة ولن يظلم أحد؟ أيوة كشوفات عبارة عن أكيدة، والحمد لله حصلنا عليها الكشوفات كاملة حق الأجهزة كاملة في الدولة. طيب الآن فقط ما يمنع بدء عملية الصرف هي موافقة رئيس الوزراء، وستبدأ عملية الصرف في محافظة حجاب بشكل كامل. توجيهات دولة رئيس الوزراء بتسليم الكشوفات، أي محافظة تسلم كشوفات المرتبات حقها يتم الصرف إن شاء الله في خلال الأسبوع الحالي إن شاء الله. طيب كمسؤول أنت سيادة اللواء، ما هو تأثير بدء عملية صرف الرواتب في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا؟ إلى أي حد هذه النقطة ستؤثر في مجريات المعركة الحاصلة مع الانقلابيين؟ نحن نطالب أبناؤنا وأخواننا الموظفين السلطة الشرعية بكاملها أن تقوم بالضغط الكامل على سلطة الانقلاب، وذلك بإرسال الكشوفات لعام 2014 لكي يتسنى للدولة تسليم مرتبات جميع الموظفين في عموم الجمهورية كاملة. طيب الآن تحسب لكم هذه النقطة فيما يخص أنكم حصلتم على كشوفات رواتب الموظفين بطرقكم الخاصة حتى تمكنوا الموظفين من رواتبهم، وهذا هو حق لهم، يعني في الأخير الدولة هي مسؤولة على جميع اليمنيين في أي مكان كانوا. هل هذه الخطوة يمكن تعميمها والاستفادة منها في ما يخص باقي المشاكل الحاصلة الآن في عدم وجود كشوفات رواتب في بعض القطاعات الحكومية وبعض المحافظات، وبالتالي هل ستكون مقبولة من قبل الحكومة الشرعية وسيتم صرف الرواتب بناء على هكذا خطوات؟ نعم بالنسبة للسلطة الشرعية هي تقبل كل الكشوفات الموجودة الصادرة عن السلطة المحلية للشرعية. أي كشوفة ترسل من قبل السلطة الشرعية من الحافظين على طول مقبولة. شكرا جزيلا لك سيادة اللواء عبد الكريم السنيني محافظ محافظة حجة، كنت معنا الحديث عن عملية صرف الرواتب، وهو أكد أن في محافظة حجة قريبا ستبدأ عملية صرف الرواتب ورسلت الكشوفات وحصلوا عليها بطرقهم الخاصة وأيضا في بعض المحافظات الأخرى. ينضم إلينا من الرياض الدكتور والخبير الاقتصادي محمد حلبوب. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا بكم جميعا. دكتور محمد، الحكومة هل هي قادرة على الاستكمال والمضي في هذه الخطوات وصرف الرواتب وإيصال رواتب كل الموظفين في كل مناطق اليمن؟ نعم، الحكومة تستطيع بعد أن استخدمت ما نسميه التمويل بالعجز، وهو طريقة للتمويل من خلال الاقتراض من الجمهور عن طريق إصدار العملة. هذا هو اقتراض من الجمهور، وهو وسيلة غير محدودة. طبعا في بلادنا وسيله غير محدوده، في الدول الاخرى هناك سقف لاي اقتراض، لكن في بلادنا لا يوجد هذا السقف. دكتور محمد، يبدو ان هناك اشكاليه في التواصل مع الدكتور محمد الخبير الاقتصادي، كان معنا من الرياض للحديث في موضوع هذه الحلقه وبدء الحكومه بخطوات صرف المرتبات في المناطق الخاضعه لسيطرتها وايضا المناطق التي ما زالت تحت سيطره الانقلابيين. الدكتور محمد كان بدا في الشرح في موضوع قدره الحكومه على استكمال عملية الصرف، وبدأ في شرح أيضا الخطوات التي بدأت ولجأت إليها الحكومة، كان يتحدث عن نقطة التمويل بالعجز. سنحاول التواصل والعودة إليه مرة أخرى، وأيضا سينضم إلينا لاحقا في هذه الحلقة الأستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي من عدن للحديث في ذات الموضوع. طيب نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى في هذه الحلقة من زوايا الحدث. من جديد أهلا بكم إلى زوايا الحدث. نعود لضيفنا من المملكة العربية السعودية الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حلبوب. دكتور محمد، كنت تتحدث عن مدى قدرة الحكومة على الاستكمال والمواصلة في عملية صرف الرواتب بالاعتماد على التمويل بالعجز، تفضل. قلنا أنه في الاقتصاد الحديث هناك إمكانية غير محدودة لاستخدام طريقة التمويل بالعجز من أجل تلبية أي نقص أو عجز في تسديد نفقات الدولة، كانت رواتب أو كانت غيرها، ولكن هذا هو علاج مؤقت يجب أن يتم استخدامه لفترة مؤقتة، ثم يتم سحب هذه الأموال الفائضة باستخدام الأدوات النقدية الأخرى.
بالنسبة لوضعنا الحالي هناك عجز كبير في السيولة، وبالتالي هناك إمكانية، ما دام لدينا عجز كبير في السيولة هناك إمكانية لاستخدام طريقة التمويل بالعجز من خلال الإصدار النقدي الجديد من أجل تغطية هذا العجز. ويجب أن تتم هذه العملية بشكل تدريجي، لأنه أي زيادة في كمية النقود، نحن في بلادنا مثلا هناك يسموها المضاعف يساوي 3.5، بمعنى أنه أي مبلغ يتم ضخه إلى الاقتصاد يتحول إلى 3.5 في الدخل. ولدينا أيضا ميل حدي للاستهلاك كبير، ولدينا ميل حدي للاستيراد أيضا عالي جدا يساوي 34%، ميل حدي للاستهلاك فوق 85%، وبالتالي سيكون تأثير أي ضخ جديد تأثير كبير وبالذات على العملة. ولكن هذا علاج، وهذه مضاعفات ثانوية يجب أن يتم تعامل معها بطريقة معينة وهي غير قابلة هنا للشرح، ولكن ويمكن أن يكون آثارها محدودة للغاية. الإمكانية في بلادنا غير محدودة، لأنه لا يوجد لدينا سقف للدين العام. في مؤتمر الحوار وضعنا سقف للدين العام، ولكن الدستور الجديد حتى الآن لم يقر، وعندما يتم إقرار الدستور الجديد سوف يكون هناك محدودية أو حد للدين العام. طيب دكتور محمد، باعتقادك ما هي العراقيل الآن الماثلة أمام الحكومة الشرعية لاستكمال عملية الصرف وأن تصل الرواتب إلى كل الموظفين القطاع الدولة في كل المحافظات؟ العراقيل الآن الموجودة هي عراقيل إدارية وعراقيل أمنية. ممكن أن تكون العراقيل الإدارية مثلا الآن تم صرف الأموال أو صرف المرتبات للموجودين في صنعاء في التربية والتعليم على كشوفات قديمة أقدم من عام 2014 حسب اعتقادي، لأنه عدد كبير من انتقلوا من دمار أو من تعز أو من عمران أو من عدن إلى صنعاء لم يجدوا رواتبهم في هذا الكشوفات، وبالتالي هنا حصلت دربكة. يجب أن تكون هذه الكشوفات آتية من وزارة المالية في صنعاء وفقا لكشوفات 2014 وليس ما قبلها، لأنه إذا ما استخدمنا الكشوفات الأقدم سوف يكون هناك دربكة في أن عدد كبير ممن انتقلوا من صنعاء إلى غيرها أو من غيرها إلى صنعاء لن تكون موجودة. الإجراء يعني المعوقات التي ستواجه هي معوقات إدارية كما شرحت مثلا، وهي معوقات أمنية مثلا في حجة، لا أعتقد في حجة مثلا أن تكون شركة الكريمي قادرة على الإيفاء بالأموال لكافة الموظفين في حجة حوالي 21,000، لأنه هناك إمكانية الكريمي مثلا في حجة إيراداته الأخرى من المودعين ومن المحولين وغيرها أقل، وبالتالي سوف يواجه مثلا نقص في السيولة. هذا النقص في السيولة قد تواجه مشكلات أمنية في نقل الأموال إلى حجة مثلا، ولهذا أنا أقترح مثلا أن يتم استخدام طائرة هليكوبتر مثلا يعني من الإمارات العربية المتحدة أو من السعودية وبالاتفاق مع المجتمع الدولي، بحيث تنتقل تقوم هذه الطائرة بنقل السيولة إلى الأماكن النقص التي تواجه نقص، وسوف تحل هذه المشكلة. كذلك بالنسبة لل بماذا تنقل يا دكتور؟ بالطائرات؟ بطائرة هليكوبتر ممكن، يعني لأنه سوف تواجه مثلا تقطع في الطريق يعني في أو وخاصة بالذات أنه الميليشيا الحوثيين يعارضون نقل السيولة، وبالتالي هم سوف يخلقون يعني آلاف المشكلات، وبالتالي ممكن النقل بالاتفاق مع المجتمع الدولي بالاتفاق مع وزارة المالية. بس يا دكتور، هي المشكلة أنه هذه المناطق ما زالت خاضعة لسيطرة الميليشيا، والخوف تطير الرواتب بالهليكوبترات بصواريخ الكاتيوشا. طيب سأعود لك. ينضم إلينا من ماليزيا الدكتور سليمان ناصر، خبير اقتصادي. دكتور سليمان، الحكومة تتعهد وتؤكد أنها ستصرف الرواتب لكل موظفي الدولة في حال وصول كشوفات الرواتب وأيضا قواعد البيانات الخاصة إلى ما قبل أيلول سبتمبر 2014. باعتقادك الحكومة من أين ستمول عملية الصرف هذه، وما زال هناك لديها إشكالية في تشغيل بعض الموارد؟ من وجهة نظرنا البسيطة ومتابعتنا أيضا بسيطة لما يصدر من تقارير الحكومة الشرعية،
نعتقد انه ان ان ما اقترحناه سابقا في حلقات اخرى من وجود وجوب او وجوب ايجاد ارضيه للتنسيق بين الانقلاب والحكومه الشرعيه لصرف رواتب الموظفين في مختلف الدوائر الحكوميه او في مختلف لمختلف الانقلاب لا ادري كيف ينظر الى موضوع الصرف، ربما ينظر على انه هذا الموضوع يعتبر تعدي سياسي ويعتبر هزيمه كبيره اذا 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 ان الرئاسه او الحكومه الشرعيه تصرف المرتبات، ولكننا يجب ان ننظر الى هذا الموضوع على اساس انساني بحت. بالنسبه للكشوفات التي تحدث زميلي في الطرف الآخر عنها، كشوفات 2000 وما قبل 2014، أعتقد أنه يجب الالتزام إلى حد 2014. الذين تم تعيينهم خلال الانقلاب أو بعد الانقلاب لا أعتقد أنه سيتم صرف رواتب لهم وفق ما تنص عليه أو ما ينص عليه محددات الصرف لدى الحكومة الشرعية. ربما يكون التنسيق يتم عن طريق إدراج بلدان محايدة أو إدراج آلية معينة يتم فيها التوافق على الحياد أو النعي بعملية الصرف المرتبات، بحيث أنها لا تتداخل مع الخلاف أو الخلاف السياسي أو الأزمة الموجودة في اليمن أو الانقلاب الحاصل في اليمن. طيب ستصرف الحكومة المرتبات بالتعاون مع التحالف، بالتعاون مع دول التحالف كاملا، أتوقع أن تساعدها دول التحالف في ذلك. نعم. طيب سأعود لك، أعود مرة أخرى للدكتور محمد حلبوب الخبير الاقتصادي. دكتور محمد، كنت تتحدث عن موضوع كشوفات الرواتب وعدم وصول كشوفات الرواتب. في حال استمرار هذه الإشكالية والرفض بتزويد الكشوفات، مع أنه بدأ تصرف في عملية صنعاء، يعني أنه يبدو أن هناك بعض التراجع من قبل الميليشيا وتم إرسال الكشوفات رواتب موظفي التربية، هل من حلول أخرى يمكن أن تلجأ إليها الشرعية من أجل صرف الرواتب إذا ما زالت هذه المشكلة قائمة ولم توافى بكشوفات الرواتب من قبل الانقلابيين؟ أولا أنا أعتقد أن الشرعية قد أصابت الهدف بشكل دقيق جدا عندما بدأت تصرف الرواتب للتربية والتعليم في العاصمة صنعاء التي وزيرها هو يحيى الحوثي، وبالتالي ما دام وزارة يحيى الحوثي وإدارته ومدير مكتبه والطباعات والموجودين في إدارة يحيى الحوثي استلموا رواتبهم، فمن غير المنطقي على الحوثي وعلى عفاف أن يمنعوا الآخرين من الحصول على مرتباتهم. يعني كانت الضربة دقيقة جدا، وكانت يعني بالأغمار الصناعية، يعني حاجة ممتازة جدا وأوقعت في الهدف مباشرة. الآن يتم طيب هناك في حال تعنت في إرسال الكشوفات، باقي الكشوفات، هل الحكومة لديها آليات أخرى لتجاوز هذه المشكلة؟ بعد أن تم يعني استلام الرواتب من قبل حكومة أو وزارة يحيى الحوثي، أنا أعتقد أنه من المنطقي أن كل الوزارات الأخرى بشكل رسمي وبدون أي إحراج سوف ترسل كشوفاتها إلى عدن من أجل استلام مرتبات. طيب. وكشوفات 2014 لا قبلها ولا بعدها، لأنني أعرف أنه عدد من الذين تم توظيفهم في عام 2012 وفي عام 2013 في صنعاء في التربية والتعليم لم يستلموا رواتبهم، عندي معلومات مؤكدة. وذلك بسبب أنه يظهر أن الكشوفات كانت أقدم من شهر ديسمبر 2014. الحصول على الكشوفات الآن أعتقد بأنها ستكون أسهل، لأنه تم إصابة الهدف بشكل دقيق من خلال تكريم أولا التربويين باعتبارهم المدرسين، وهذا تكريم لهم بأنهم كانوا أول من يستلم رواتبهم، وأيضا هو ضربة قوية لوزير التربية والتعليم يحيى الحوثي الذي يحاول تغيير المناهج وإلى آخره، وهذا أيضا ضربة دقيقة تمت عبر الأقمار الصناعية وإحداثياتها كانت دقيقة جدا، وبالتالي كسرت الحاجز أمام الوزارات الأخرى في إرسال الكشوفات والمرافق الأخرى أيضا. طيب شكرا. طيب دكتور محمد سأعود لك، سيكون إحراج كبير له.
طيب سأعود لك، أعود لضيفنا من ماليزيا الدكتور سليمان ناصر. دكتور سليمان، في ذات الوقت الذي كان يتحدث فيه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر عن أن الحكومة ستستكمل عملية صرف الرواتب، ويبدو أنه من الغد الأحد سيتم استكمال بحسب تصريحه. أيضا كان له تصريح آخر تحدث عن أن الميليشيا الانقلاب ما زالت تسيطر على 300 مليار ريال شهريا من الجمارك والضرائب وقطاع الاتصالات والتبغ والسجائر. هل هذه الأرقام دقيقة باعتقادك؟ وأيضا استمرار هكذا موارد في يد الميليشيا ولا تسلم الرواتب للمناطق الخاضعة لسيطرتها، ما الذي يعني؟ يعني كيف تفكر الميليشيا، وهل تخسر بمثل هكذا التصرفات؟ وهل الحكومة الشرعية قادرة على سد هذه المنافذ والموارد وتحويلها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية؟ الانقلاب يخسر في كل يوم، وهو يحتفظ بما نسميه احتياطي مالي، لأنه يعتقد أن الأزمة ستطول وأنه سيحتاج الكثير من الأموال لتمويل الانقلاب. لا أزال أعتقد أن هناك فرصة سانحة لوجود أرضية تفاهم بخصوص الرواتب تتعدى مسألة الكشوفات والتنسيق. لا أزال أعتقد أيضا أن التراشق السياسي الحاصل كسب فيه أو كسبت فيه الحكومة الشرعية بشكل كبير، ولكن يجب خلق أرضية معينة تساهم بإيجابية في إيصال الرواتب إلى جميع المعنيين بها. هذه الأرضية المعني الوحيد بها هو الانقلاب بشكل كبير، كما أن الشرعية لن تستطيع إيصال الرواتب إلى المعنيين إذا استمر الانقلاب في التعنت. لذلك أعتقد أن المجهودات الدبلوماسية والمجهودات الدولية يجب أن تتركز ولو بشكل بسيط حول إيجاد أرضية وآلية معينة لصرف الرواتب تكون محل توافق الجميع، بغض النظر عن الخلاف الحاصل، بغض النظر عن الأزمة الحاصلة. وهذا ما أعتقده. جوابا على سؤالك، نعم الانقلاب يخسر، الانقلاب يتأثر بالإيجابية من قبل الشرعية، وأعتقد أن ذلك سيساهم أيضا بشكل أو بأكبر بإيجاد مزيد من الضغوط على الانقلاب، مزيد من التضييق على الانقلاب بشكل عام. نعم. طيب دكتور محمد حلبوب، رئيس الوزراء يتحدث عن 300 مليار ما زالت تذهب إلى جيوب الانقلابين في صنعاء من الجمارك والضرائب وقطاع الاتصالات والتبغ والسجائر. هل الحكومة قادرة على الاستفادة من هذه الموارد وتحويلها لصالحها ومن ثم أن يستفيد بها المواطن؟ دكتور محمد، يبدو فقدنا الاتصال بالدكتور محمد. أعود للدكتور سليمان ناصر. دكتور سليمان ناصر، موضوع الرواتب إلى أي حد هو اليوم أداة في الصراع الحاصل؟ لقمة عيش المواطن أصبحت طرف ربما أداة تستخدم، هل هذا وارد؟ طيب سقطوا الضيفين، سنبدو يبدو سنذهب إلى فاصل إن لم يمكن نختم هذه الحلقة والتي كان فيها إشكالية في التواصل مع ضيوفنا. كنا نتحدث فيها عن قدرة الحكومة على استكمال صرف رواتب موظفي الدولة. دكتور سليمان؟ نعم. تسمعني دكتور سليمان؟ أيوة أسمع. نعم دكتور سليمان، كنت سألتك عن موضوع صرف الرواتب الموظفين، هل هو اليوم أداة في الصراع الحاصل؟ هو بالطبع بكل تأكيد هو أداة في الصراع الحاصل. ربما كل طرف يحاول أن يثبت أنه الأجدر والأقدر بإيجاد آلية معينة لصرف الرواتب. نعتقد أن هذه آلية صرف الرواتب أو موضوع الرواتب يجب أن لا يكون أداة للتراشق السياسي، بل يجب أن يحيد تماما ويتجه الجميع للتوافق على آلية معينة لصرف هذه الرواتب، لأن ذلك سيؤثر بشكل كبير على حياة المواطن البسيط أو المواطن العادي في اليمن. نعم. طيب انعكاس هذه الخطوة، يعني بعض المراقبين يرون أن الحكومة كسبت نقاط لصالحها في المعركة، مع أنه موضوع صرف الرواتب هو حق وأيضا مسؤولية على الدولة،
تأثيرات وانعكاسات هذه الخطوة على مجريات المعركة والوضع الميداني والاقتصادي باعتقادك؟ تأثيرات ذلك على الوضع الميداني ومجريات المعركة، أعتقد أن الحكومة الشرعية كسبت بشكل كبير، ما نسميه أعطت شعور إيجابي للمواطنين في المناطق التي تخضع لسلطة الانقلاب، وجد لديهم شعور بأن هناك جهة استطاعت أن تمولهم بعملية الرواتب، خلق شعور إيجابي لوجود الدولة والحكومة الشرعية. أعتقد إذا حسبناها بأسلوب كسب النقاط والتراشق السياسي، أعتقد أن الحكومة الشرعية كسبت الكثير من النقاط في ذلك. ما بقي هو أن هناك العديد من الأشخاص أو العديد من الكوادر أو العديد من الموظفين لم يحصلوا على رواتبهم بسبب أو بآخر، بسبب إداري، بسبب عدم حتى ربما هناك موظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية لم يستلموا رواتبهم. دكتور سليمان أيضا، نعم، وهناك أيضا كما قلت المناطق الخاضعة للشرعية، نتمنى استكمال ذلك، نتمنى أن يكون هذا مقدمة لآلية مستمرة ومستدامة في صرف الرواتب، كما نتمنى أيضا من الانقلاب أن يقوم بإرسال الكشوفات بالتعامل بإيجابية بتحييد عملية صرف الرواتب لكي يستطيع الجميع الحصول على 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 تمويل مالي يستطيعوا من خلاله القيام بكامل الأشياء التي تهم معيشتهم. أشكرك جزيلا دكتور سليمان. أشكرك جزيلا دكتور سليمان ناصر، كنت معنا من كوالالمبور خبير اقتصادي. أختم مع الدكتور محمد حلبوب. دكتور محمد، ليست المشكلة فقط هي كشوفات الرواتب، أيضا هناك موظفين في بعض الوحدات الاقتصادية وقطاعات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية لم يستلموا رواتبهم حتى الآن، أيضا الطلاب في الخارج المبتعثين لم يستلموا الرواتب، وأنت تتحدث عن كسب نقاط لصالح الشرعية وتسديدها أهداف بالضبط كما قلت بالأقمار الصناعية على حساب الانقلابيين. أيضا أين هي الحكومة الشرعية من هذه الالتزامات وما الذي يمنحها حتى الآن؟ نفس المشكلة الموجودة في صنعاء هي نفس المشكلة الموجودة في عدن، هي نفس المشكلة الموجودة في شبوة، يعني لا تختلف المشكلة. كانت المركزية الشديدة التي يتم بها التعامل مع القطاع الإداري تمنع مدير عام الخدمة المدنية في عدن من أن يعرف كم عدد الموظفين لديه، يعني نفس المشكلة اللي كانت المركزية شديدة إلى للغاية، كان هناك إخفاء للمعلومات، كانت هناك نحن في مؤتمر الحوار الوطني طلبنا معلومات من الخدمة المدنية واستمرنا 10 أشهر نطالب بهذه المعلومات ولم نحصل عليها إلا بعد أن أصبحنا أو أصبحت أنا شخصيا عضو في اللجنة الاقتصادية العليا. هناك إخفاء للمعلومات، نفس المشكلة التي تدربك العمل الإداري في الخدمة المدنية في صنعاء أو في حجة أو في حديدة أو في تعز هي نفسها الموجودة أيضا في عدن. لا توجد معلومات كافية في فرع الخدمة المدنية في عدن حول عدد الموظفين وأسمائهم والاستقطاعات وإلى آخره. كانت كل صغيرة وكبيرة متمركزة في صنعاء، وكانت التعزيز المالي يأتي من صنعاء شهريا، يعني نفس المشكلة. وبالتالي عدم استلام كثير من الموظفين في عدن هي لنفس المشكلة الموجودة في صنعاء في حجة في الحديدة. ولهذا فإن نظام الأقاليم هو النظام الأقدر وهو النظام الذي سوف يعالج مثل هذه المشكلة الموجودة حاليا. طيب شكرا جزيلا لك دكتور محمد حلبوب الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية العليا، شكرا لك، كنت من الرياض معنا، شكرا لك. أيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة، تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة ماهر أبو الملك، كونوا بخير.